هي كانت الطعنة هيحسبوها بـ1000 جنيه في 15 طعنة يا انري، 15 في 1000 ثانية واحدة ثانية واحدة ما تلخبطنيش، انت قلت لي ان هو طعنه 55 طعنة مش كده؟ لا ما تبحبحيهاش قوي كده، الميزانية ما تسمحش، وبعدين ده ابو العيال برضو. يا حبايبي يا ولادي، يا ترى مي وسولي وعمر هيعملوا ايه من بعديك يا علي؟ يا عيني يا علي، ها نقول 25 طعنة؟ توكلنا على الله. بستاني بقى شكل تاني بقى؟ بص حضرتك، بص تقرير الطب الشرعي كماليا، ها اضاءتي حلوه عندك؟ حلوه قوي يا حبيبي، دي واحده كده تانيه اهو، اوعي تجيب كرش. انت كل اللي همك اضاءتك يا حسين، واموت انا اروح في 60 داهيه. ثانيه واحده متهم. بص حضرتك، تقرير الطب الشرعي اللي لسه ما جاش بيقول ان المبني عليه طعنه 25 طعنة بالبازوكا، ها؟ وده مش معناه انه قتله، ها ده خرتقه حضرتك، مع اني قلت له محدش يلعب بالبازوكا، محدش راضي يسمع كلامي. حسبي الله ونعم الوكيل. شفتي يا كاميليا؟ جوزك اداله 3000 جنيه من الهوا كده. جوزي حبيبي. اوعي يا كاميليا تكوني فطمتيه على السبوبه. ها؟ الحقيقه شكلك فطمتيه غبيه. وانا مش عرفت انه هيطلع طماع. طب كان خليهم 30، هو دافع حاجه من جيبه؟ ايوه يا فندم، زي ما مكتوب عندك كده، الحرامي ده سرق ذهب وياقوت ومرجان وزمرد، ايوه، كما سرق كمان عدد 2 طاجن فخار لزوم عمايل ام علي. ام علي؟ ام علي دي تبقى ام؟ لا، ام علي دي تبقى امي انا. امك حلوه قوي بالمكسرات يا استاذ علي. تشكر. يا دي اخرس اخرس، وبعدين ما تبقاش اوفر، ها؟ ايه؟ زمرد ومرجان وياقوت، واحنا قابضين على علي بابا، الناس كده مش هتصدقك، خليك حقيقي، قول الحقيقة. الله يخرب بيتك، ودتني في داهية، ودتني في داهية إيه؟ ده أنت ودتني في 60 داهية، ودلوقتي بتقول له قول الحقيقة؟ ما نسيت أقول لك حاجة يا باشا، كلام الراجل اللي قاتل علي ده طلع حقيقي، إيه والله؟ ما أنا بحثت ودورت ولفيت وفكرت في الموضوع، وصلت لإيه؟ قعدت بقى مع الواد اللي اسمه ماجد. وقال لي واعترف لي انه كان سهران معايا يوم الحادث فعلا، وصبعه اتعور ولفوه له لف الجاتوه، لفه له لف الجاتوه يا راجل. الحمد لله، ظهر الحق وزهق الباطل. الله اكبر، يحيى العدل. انا قلت يا فندم ان جوزي علي ده بريء بريء، ما ينفعش يبقى مجرم ابدا، ما فرقش معانا 25000 ولا قصدي 28 طعنه ولا اي حاجه. يا سلام، دلوقتي بقى جوزك. بس اسكتي. انا برضو قلت كده، صاحبي انتيم عيشة العمر، علي جوز صاحبتي الانتيم، لا يمكن يبقى كده ابدا. ولما انت عارف كل المعلومات دي يا خرفش، ما قلتليش المعلومات دي من الاول ليه؟ انا قلت يعني اغير كده مجرى القضيه، اخلي فيها ساسبينس. ايه ساسبينس؟ ساسبنس. لا انت بتنطقها غلط، دي بيت ايه؟ ساسبنس. انت بتتفتف عليا يا نبيل؟ ساسبنس دي تبقى ام. انت تسكت خالص. حاضر يا باشا. عمال احكي لكم، ده انا كنت بقولها لكم على الربابه، انا ما قتلتوش، انا ما تنيلتش قتلته، انا كل الحكايه كنت سهران عشان اخد فلوسي. يا سلام يا سي علي، ولما انت اخدت منه فلوس ما قلتليش ليه؟ ها، عشان كنت هتحط موزك فيها يا اختي، كنت هتنصصي معايا يا اختي. وماله، حقي انصص يا سي علي. ما انت واخد اخديهم اهو. كنت هتاخديهم اهو. حرمهم بقى، ايه رايك بقى؟ حقي انا مراتك، لازم انصصك مع كل حاجه. بس هقوم اكلكوا نص انتوا الاتنين بقى. بقول لكم ايه، انا عايز افكر، ها، عشان موضوع القاتل ده بدا يعمل لي لغز في دماغي. ايوه، فل. فل من كم كلمه؟ من كلمتين. الكلمه الاولى ايه؟ انت. الكلمه الثانيه انت. الكلمه الاولى انت. الكلمه الاولى انت. الكلمه الثانيه ايه؟ انت عندك غزاء. ايه ده، فيلم اجنبي؟ انا هنفخك. هنفخك زي ما الواد نفخ الواد بالبازوكا. ماشي يا باشا، انا ياسر. ما اسمعش احسك في الاس. تمام يا فندم. وكل الانتباه. تاني وتاني حسيت كده في الاس. ما اسمعش كلمه في الاس. تمام يا فندم. وكل الانتباه. بس انا كده الترقيه هتضيع مني. انت كل همك الترقيه يا حسين، واموت انا عادي. ايه ده، مين العبيط ده؟
تمام يا فندم. لقينا حضرتك الواد ده بيلف عن الاسم ومع الشوال ده حضرتك. لما فتشنا الشوال دوت لقينا فيه المسروقات بتاعت موسى الشناوي. حبيب قلبي تعالى خش في حضن عمو حبيبي. خش في حضنك بالكلسون يا باشا. اسكت. ازيك يا استاذ علي؟ روح يا شيخ الله يلعنك. حسين دي مسرحيه. فين؟ ايه؟ من اربع كلمات. ايوه فيها واو. الاولى نايمين احلام. احلام انجي وكاميليا. برافو. اجري انجي هتفوها بسرعه. يا ولادي ليه؟ ها؟ حلوه اللعبه دي، ما نلعب تاني. انا اول يد مره اشوف متهم. اه يا حبيبتي زي ما بقولك كده. لا خلاص انجي بقى محدش عارف يكلمها من ساعة ما جوزها قتله قتيل. خلاص الأنعرة خدتها، الإحداث وحش بعيد عنك. ما أنا ممكن أقتل نفرين. هو أنا مش سهل قوي أفتح الغاز على ميسون وشريف؟ سهل جدا يعني. بقولك إيه صحيح، كنت عايزة أطلب منك طلب كده بس محرجة قوي. ألاقي معاكي 750 جنيه لآخر الشهر؟ آه أصل مكسور علينا فاتورتين كهربا وكل شهر المحصل يجي يرمي شريف على قدام الجيران. شكلي بقى وحش قوي. آخر مرة مغاوري البواب هو اللي دفع لنا الفاتورة. معكيش فلوس؟ لا يا حبيبتي عادي خلاص مفيش مشكلة. لا 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 خلاص والله لا خلاص. يلا باي باي. باي باي حبيبة قلبي. مه إلي تقرعي ما تلاقي أشار بيستورك واجي بلوك. اسمك زغلول الإيطالي ياد؟ أيوة يا باشا. وبتلبس كلسوم في الصيف؟ ما أنا مش لابس غيره. اوعى تقلعه، اوعى تقلعه. حاضر يا باشا. رد على الباشا عادل. قتلته ليه؟ ازيك كده؟ كيف كيوفي كده؟ كيف كيوفي؟ اكتب عندك يا باشا. كيف كيوفي؟ كلمة مبهمة. كيف كيوفي؟ كيوفي؟ مش جد كان في كباب جسمه كيوفي؟ يا باشا احنا في ايه ولا في ايه؟ اه صحيح. كيف كيوفي كده؟ طب واشمعنى انا ياد اللي لبسته التهمة دي؟ بص يا أستاذ. ايه؟ أستاذ. أستاذ؟ هو أنت التيه عندك سايلنت؟ يعني ما بتعترفش بالتيه خالص؟ يا أستاذ كل الناس مهووسه دلوقتي بالنت. اه حريتي اخش على التيتيوب. حريتي اخش على التيتيوب؟ حد ايه التيتيوب؟ ايه قناه التيتيوب اعرفها اللي فيها الرقصات. معروفه معروفه. كمل يا ابني كمل. خش على التيتيوب وهتشوف الفيديو بتاع سعديه بالطوزر وهي عريانه. وهي ايه؟ عريانه. الفيديو ده انا عايزه، مهم في القضيه. انا اللي عايزه. ماشي يا ساتر. ما هو الفيديو ده مش موجود اصلا. مش موجود اصلا. انت بدك تشتغلنا اما احنا نخش نتفرج على ايه؟ لا يا باشا انا قلت اشغل دماغي البديع عشان اعمل مصلحه في السريع. ايوه اوعى. شفت القافيه؟ ثانيه واحده. اشغل دماغي البديع عشان اعمل مصلحه في السريع. انت راجل تافه وربنا هيكرمك. سلام. ما انت قد يعني عقلك وداك فين لما جاي تتهم اعز اصدقائي علي بيه؟ انا دلوقتي بقيت اعز اصدقائك؟ كيف كيوفي كده؟ كلمة مبهمة. كيف كيوفي؟ انت راجل تافه وربنا هيكرمك. الحمد لله على سلامتك يا علي. هو انت اتأخرت كده ليه؟ هو الفيش والتشبيه ده بياخد وقت كتير كده؟ كفارة يا بابا. السجن للجدعان. السجن للجدعان؟ في ايه؟ في ان انت كنت مسجون قبل كده ولا ايه؟ هغمة ونزحت. غمة ونزحت كمان؟ ده ايه العيلة المنيلة بنيلة دي؟ انا ايه اللي وقعني فيكم؟ الحمد لله الحمد لله انها جت سليمة و طلعت بريء. وهو مفيش لا فدية ولا الكلام الفارغ اللي انت كنت بتقولولي ده. خلاص يا بابا بقى ما تظلمناش، احنا كمان كان مضحوك علينا. ربنا يسامح بقى اللي كان السبب. نادلة نادلة طول عمرك نادلة، عايزة تقوميه عليا. الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا علي، وياريت بقى ننسى اللي فات وانت خلاص بقيت في بيتك وسط ولادك ومراتك. وانا عارفة ان انت اكيد عامل لي مفاجأة وحتديني نص الفلوس اللي خدتها من ماجي. نعم يا اختي نص الفلوس؟ طبعا ما انا عارفك لازم هترشقي في المصلحه لازم. ايه ترشقي دي يا علي؟ ايه ترشقي دي؟ بعدين لعلمك بقى الستات في اوروبا والدول المتقدمه بياخدوا كل حاجه بالنص بالنص. اه ده في اوروبا والدول المتقدمه بياخدوا النص، انما هنا بياخدوا كل حاجه. فين دول الستات مظلومين؟ ماشي يا انجي انا هوريكي واخلص حقي. ايه انت رايح فين؟
هتفرج على فيلم سفاح النساء. يا مامي